جدا بالذات في تونس. يعني الماتش بتاع اوغندا اكبر دليل، يمكن المساحات كانت موجوده بشكل كبير جدا، اكيد هغير السيناريو امام النادي الاهلي. هو عنده مع الضغوط عنده مش عاليه قوي، الضغوط عنده ده خلاص، هو وصل الدور اللي بعد كده. بيحب طبعا مباراه زي النادي الاهلي، مباراه كبيره، مباراه الترجي والنادي الاهلي دايما بتلاقي نهائي افريقيا، يعني مباراه قمه افريقيه بتبقى موجوده النهارده. الاهداف مختلفه شويه، قلنا الاهداف مختلفه، ده ماتش في المجموعه، الترجي ضمن بنسبه 100% صعد. الاهلي لسه ما صعدش، الاهلي محتاج يطلع بنتيجه ايجابيه النهارده، يعني لازم نتيجه ايجابيه. تعرفش الماتش بكره كامبالا سيتي ولسه جاي لك، وتاون جيب كده هو لسه جاي لك في مصر، وهو خطر، بيلعب جيم مفتوح على طول. كامبالا الاوغندي بيلعب جيم مفتوح، صح؟ فبرضه النادي الاهلي لسه، يعني سؤال حسابيا لسه طبعا، ولكن هو عدى الماتشين اللي فاتوا، حطوه في مكان كويس جدا طبعا، وخد الثقه بشكل كبير جدا. فالمباراه بالنسبه للنادي الاهلي، لا، النادي الاهلي محتاج يبقى ايجابي النهارده في كل حاجه. طيب قبل برضو ما اخش في اللقاء تفاصيله الفنيه، كابتن حشيش، كابتن حماده ذكر حته الجماهيريه، بس الجمهور، انا كنت في المطبخ وعارف قوي مع الترجي التونسي تحديدا، وانت كمان كان ليك سابقه معانا واحنا طالعين، بس كان الافريقي التونسي، ما كانش الترجي. جمهور الترجي عارف قوه الاهلي جدا طبعا، فتلاقيه بعد 20 دقيقه 25 دقيقه، مش عايز اقول الحماس بيقل، هو جمهور زي جمهور الاهلي وجمهور الزمالك عنده حماس ومؤازر لفرقته وكل حاجه، تمام، لكن بيبدا يتشد مع اللقاء. صحيح، تمام. فدي ممكن ساعات، او مش ممكن، ساعات كتير جدا بتبقى ميزه للاهلي. صحيح. مش ضغط على الاهلي. لازم نعترف ان طبعا الترجي فرقه كبيره، جمهور كبير، اكبر جمهور او اكبر شعبيه في تونس. جمهور الترجي راح الماتش ده سيد لحاجه تانية خالص، عارف تاريخ مواجهات الاهلي والترجي في رادس، عارف ان التاريخ لصالح النادي الاهلي في الملعب ده بالتحديد، وذكريات مؤلمه في النهائي كمان البطوله. هو دلوقتي عارف انه خلاص، هو كده خلاص صعد. هو يهمه الحته النفسيه، هو يهمه برضه حته ان هو بلغه الكره كده يركب على النادي الاهلي في الملعب ده بالتحديد. يأمل ان يخرج النادي الاهلي من البطوله بدري، عشان ما يصطدموش بعد كده. بيتكلم بمنطق، يقول لك خلاص اطلع فرقه تقيله وبتقرفني دايما وحظها عاليه وكعبها عالي عليا في رادس. فبالتالي هو عايز ان هو